تدين أهلا بحضراتكم. زيارة اليوم تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، لأنقرة بالتحديد. القصر الرئاسي كان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعني استقبله في مراسم استقبال رسمية. وأعرب السيد الرئيس عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية. طبعا كان الرئيس التركي زار مصر القاهرة في فبراير الماضي، والزيارة دلوقتي هي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا. فيها العديد من الرسائل، عايزين نتكلم أكتر عن الزيارة الرسمية السيد الرئيس إلى تركيا مع ضيفنا الكريم هاتفيا دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. دكتور طارق، يعني عايزين نتكلم النهارده على الرساله من وراء هذه الزياره اليوم، زياره السيد الرئيس الى تركيا، استقبال رسمي في انقره زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي. الغرض من الزياره، الرساله من وراء هذه الزياره، خلينا نبدا خطوه خطوه مع حضرتك يا فندم، اتفضل. هو بالتأكيد طبعا الزيارة تأتي في سياقات إقليمية وثنائية بيننا وبين الجانب التركي، وهناك بطبيعة الحال معادلات كبرى تشكل في إطار إتمام وتعزيز العلاقة بين القاهرة وبين أنقرة. التوقيت ليه دلالته، هي ليست القضية في زيارة السيد الرئيس لما لها تحتية كبيرة، وطبعا هناك ترحاب كبير في وسائل الإعلام التركية بصورة يعني تؤكد مكانة وجدارة الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية، وفي حفاوة كبيرة ليست على المستوى الرسمي، يعني المواقع التركية العديدة، في إشارة كبيرة إلى أهمية الدولة المصرية والقيادة المصرية في هذا التوقيت، وفي إشادة بأن الدبلوماسية الرئاسية المصرية تتسم بقدر كبير من الرشادة وقدر كبير من الحكمة والمهارة الكبيرة، وتصدرت يعني وسائل الإعلام ومراكز البحوث التركية اليوم هذه الزيارة لمكانة مصر الكبيرة في الإقليم. هناك بطبيعة الحال أجندة تقليدية في مسار العلاقة، هي بتركز بطبيعة الحال على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، في إشارة مهمة لموضوعات اقتصادية، السياحة، التجارة، قطعية التجارة وتطويرها، وأيضا المجالات الخاصة بالاستثمارات التركية في مصر ومجالات التعاون. وهذه يعني آمنة ومستمرة وفيها تكثيف، ربما الفترة المقبلة يعني تتشهد من التعزيز في إطار طبعا مجالات التعاون وتوجيهات القيادة السياسية المصرية وأيضا من قبل الجانب التركي. لكن هناك ملفات أهم أنا في تقديري، ربما لها أبعاد إقليمية، ملف النزي والتطورات الجارية في الداخل النزي إقليم شرق المتوسط، حيث المصالح الكبرى للدولة التركية. طبعا موضوع المنتدى غزة المتوسط اللي حدث على تركيا إلى التحاضر فيه، سواء كان ضيف المنتدى والمنظمة الإقليمية للغاز. أعتقد أيضا هناك ملفات متعلقة بأمن الخليج وفي التطورات الجارية في البحر الأحمر. الجانب التركي أبدى أنه يمكن أن يقوم بدور في تهدئة التوترات في القارة الإفريقية، في منطقة النيل، في القرن الإفريقي. طبعا من النافذة البصرية، لأن هم يدركوا جيدا أن مصر هي المدخل الرئيسي للواقع الإفريقي بصورة كبيرة. بطبيعة الحال ملف غزة سيكون على رأس الملفات. تركيا لها دور مهم جدا في إطار علاقتها بمنظمات والقطاع الموجودة في قطاع غزة. الأمر الثاني هو الأهم في التأثير، هو مرتبط حضرتك بما يجري في الإقليم، خصوصا أيضا أن تركيا تبحث عن موضع قدم في القضية الفلسطينية في غزة، من غزة إلى القدس، لأن ليهم دور وليهم يعني في المقدسات الإسلامية والمسيحية. في تجاذب طبعا وتباين وفي انتقام في العلاقة بين تركيا وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة نتيجة حرب غزة، وفي تصريحات بين الطرفين واضطرت العلاقة. مصر تتحدث مع تركيا بلغة قائمة على فكرة المصالح المشتركة، فوائد متبادلة بين البلدين اقتصاديا، مجالات التجارة والاستثمار، لكن أيضا في الإقليم في تفصيل كبير. يمكن لمصر أن تلعب دور بقى مهم في كثير من القضايا فيما يخدم السياسة التركية وحاجة تركيا لمصر، سواء في الحق في منتدى الغاز، سواء في تطوير وتنمية علاقتها مع النظام السوري. مصر تستطيع بعد أن أعادت سوريا إلى الجامعة العربية وإلى حضرات العربية أن تقوم بدور في تطبيع العلاقة بين تركيا وبين سوريا في هذا التوقيت، وحرص مصر على تهدئة العلاقة مع الجانب التركي والعراق وأيضا مع سوريا. حاجة تركية كبيرة لمصر في هذا التوقيت في ملفات مهمة
قائمة على فكرة المصالح المشتركة، بالتالي أعتقد الزيارة سيكون لها إنعكاسات كبيرة ومهمة في الفترة المقبلة، وهيكون عنوانها هو المصالح المشتركة القاهرة وعمان. يعني الاثنين حضرتك شايف ان هم محتاجين بعض، تركيا ومصر اهتمام مشترك، قضايا اقليميه دوليه، الاثنين كل طرف محتاج للطرف الثاني، والزياره دي هتكون محطه جديده في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين وطرح الرؤى والقضايا الاقليميه والدوليه بينهم. مظبوط كده؟ بالتاكيد طبعا، في اهتمام كبير من كما اشرت في الميديا التركيه، في مراكز البحوث، في الاكاد على يعني على المستوى الاكاديمي، وايضا على بطرحات كبيرة في القيادة السياسية المصرية، ربما تقوم به مصر من دور في مهدئ الصراعات وتهديد طبعا لمواجهة الأحداث في غزة وغيره. أعتقد أن العلاقة المصرية التركية علاقة جيدة تبنى على أسس جديدة، وفيها بالضبط طبعا مرتبط بمكانة الدوليين في الإقليم. أنت تتحدث عن معادلات كما أشرت، معادلات كبرى تتشكل في إطار علاقات مصر مع الأطراف الإقليمية الكبيرة. المتحدث الرسمي أيضا فندم صرح أن هيكون في رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. حضرتك برضو شايف النقطة دي إزاي؟ أحب أخذ رأي حضرتك. هو العلاقة حتمضي إلى إطار حوار استراتيجي، يعني العلاقة اليوم الجيدة اللي إحنا يعني فيها بتمضي في إطار بناء حوار استراتيجي بين البلدين، ليس فقط في مجال الاقتصاد والاستثمار أو في المجالات السياسية سواء أو التقليدي، لكن هيبقى في حوار استراتيجي بمعنى الكلمة، حوار ممتد بيركز على الأولويات والمحددات الرئيسة الحاكمة للعلاقات بين البلدين. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على هذا الرصد وهذه الرؤية والتحليل، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. دي كانت رؤية على الزيارة، على الغرض من الزيارة، المتوقع من هذه الزيارة العديد من الملفات المطروحة على طاولة المخطوطات بين الجانبين المصري والجانب التركي. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة اليوم، مراسم استقبال رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، زي ما تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من صباح اليوم مستمرين حتى الآن، ونستمر في متابعة كافة التفاصيل على مدار اليوم والأيام القليلة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.